مبعوث الأمم اليمن يقول أجواء مشاورات السلام اليمنية بالكويت بناء وتؤسس لأرضية صلبة لحل تفاهمي، أتمنى ذلك. نشوف التقرير. كنت قد أبلغتكم قبل فيما سبق أن الحكومة اليمنية قدمت تصورها الخاص بموضوع الترتيبات الأمنية، لا سيما الانسحاب وتسليم السلاح. واليوم قام وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بتسليم ورقة شاملة تحتوي على تصور الوفد لملامح المرحلة المقبلة، وتشتمل على عرض لمقترح خاص بالانسحاب وتسليم السلاح، وكذلك موضوع الأسرى والمعتقلين والجانب السياسي. كما قام وفد الحكومة اليوم باستكمال عرض الجوانب الأخرى من مكونات الإطار العام، وتطرق إلى استعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية، وكذلك مقاربة في موضوع الأسرى والمعتقلين. وأردف الوفدان أوراقهما بتقديم عروض شاملة أثناء الجلسة العامة لتوضيح العناصر الرئيسية للورقتين، وهذه بداية مشجعة وتؤسس لأرضية صلبة لحل تفاهمي. نحن نعمل حالياً على وضع إطار استراتيجي عام يشمل مقترحات الفريقين، يبني على القواسم المشتركة لوجهات النظر التي قدمت، ويشكل تصوراً جامعاً وشاملاً عن المحاور والآلية. هل هذا يعني أننا أمام مؤشرات إيجابية لتفاهم سياسي؟ نعم. هل هذا يعني أننا ذللنا كل العقبات التي تحول دون التفاهم السياسي؟ كلا، ولكننا نعمل على ذلك. أعزائي المشاهدين، فاصل وروح على